الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا وإياكم في هذه السلسلة من هذه القصص التي أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها. وكما ذكرت في الشريط الأول أننا لا نقص هذه القصص من باب التسلية فقط، أحياناً تكون التسلية نافعة، ولكن أنا أذكرها من باب العبرة ومن باب العظة، والسعيد من اتعظ بغيره. فلما يسمع الإنسان مثلاً قصة رجل كيف وقع في المخدرات فإنه ينتبه، وربما يكون الدور له، وربما يقع هو في نفس الشباك وفي نفس الحبائل فيتذكر هذه القصة فينتبه وربما يتراجع. وكم من فتاة سمعت قصة من هذه القصص فعلمت أنها تسير في هذه الطريقة أو النهاية المأساوية والخاتمة السيئة، فإذا بها تتراجع وإذا بها تتوب إلى الله عز وجل. وكم وكم من الناس الذين يأتون إلينا فيقولون: ذلك الشريط الذي ذكرتم فيه قصة فلان أو قصة فلانة كان سبباً لهدايتي. والله عز وجل هو الهادي، والله عز وجل هو الذي بفضله تهتدي القلوب وتنشرح الصدور للإسلام، ولكننا أسباب. أسأل الله جل وعلا أن يستخدمنا في طاعته. قصة عجيبة وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع كفار قريش، وكان صناديد كفار قريش، تخيلوا الحال، تخيلوا الوضع، يجلسون في ناديهم عند الكعبة، وحول الكعبة أصنام كثر، أكثر من 300 صنم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف حول البيت يعبد ربه ويستغيث بربه ويدعو إلى الله جل وعلا، والمشركون يستهزئون به ويغمزوه ويسخرون منه ويعارضونه ويتكبرون: هذا أبو جهل، وعنده أبو لهب، هذا أمية، وهذا أبي بن خلف، وهذا عتبة، وهذا شيبة، صناديد كفار قريش. إنهم جلوس، إنهم يمشون عند البيت، وهذا هو محمد عليه الصلاة والسلام. انظروا إليه، ماذا سيفعل؟ أين سيذهب؟ انظروا إليه، إنه يريد أن يصلي. كبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو ربما كان قائما، أو ربما كان جالسا، ربما في صلاة، ربما يقرأ، ربما قائم، المهم أنه كان يقرأ القرآن بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. قالوا: تعالوا تعالوا نسمع ماذا يقول. جاء أبو جهل وغيره من الكفار، صناديد الكفر، خلف محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا به يستفتح سورة النجم ويقرأ. وسورة النجم من قرأها تأثر. انظروا إلى هذه السورة العظيمة، وقعها شديد: والنجم إذا هوى، قسم، الرب عز وجل يقسم بما شاء، يقسم بما؟ بالنجم إذا هوى. وأبو جهل وأبو لهب وأمية وعتبة وغيرهم من صناديد كفار قريش، عرب أقحاح، يعرفون معاني هذه الكلمات وما معنى النجم إذا هوى. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. هذا صاحبكم الذي يقف أمامكم، هذا نبي الله، ما ضل وما غوى وما انحرف وما كذب عليكم. هم يستمعون والقلوب تشتد والنفوس تتعلق بهذا الكلام، والكل منهم ينصت مع أنهم كفار، لكنهم يعلمون معاني هذه الكلمات: ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. يستمعون إلى وصف جبريل، آية بعد أخرى، آية بعد أخرى، اضطربت القلوب وارتعدت الجوارح واقشعر الجلد والأسماع منصتة والآذان صاغية، وهم يستمعون ويستمعون ويستمعون. أفرأيتم اللات والعزى، شوفوا أصنامكم يا أبا جهل، يا أمية، يا شيبة، يا عتبة، شوفوا الأصنام التي تعبدونها. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء
سميتموها أنتم وآباؤكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ويقرأ ويرد على آلهتهم ومعبوداتهم وعقيدتهم الفاسدة. هم يستمعون ثم يصل إلى أن يذكرهم بالأمم السابقة: انظروا لمن حولكم يا كفار قريش، انظروا إلى ما حصل إلى قوم عاد، وقبلهم قوم نوح وقوم ثمود، والأمم السابقة والمؤتفكة قوم لوط كيف رفعهم الرب عز وجل فأهواهم، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. تخيلوا أبا جهل منصت، تخيلوا أبي بن خلف مستمع، تخيلوا عتبة خايف، تخيلوا صناديد الكفار ينصتون. أفرأيتم اللات؟ والله عز وجل يكمل ويكمل: إنها هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة، اقترب الأمر، ليس لها من دون الله كاشفة. يا أبا جهل، يا أبا لهب، يا عتبة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ وأنتم سامدون فاسجدوا لله، فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فسجد أبو جهل، وسجد كفار قريش، كلهم خروا سجدا. فلما رفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه ورآهم سجدا، قام أبو جهل وقام الكفار: ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ قال النبي لهم: آمنتم بالله؟ فقال أبو جهل: انظروا للكبر والعناد. قال: لا ما آمنا بربك، لكننا تذكرنا آلهتنا فسجدنا لها. الله أكبر. فاسجدوا لله، فاسجدوا لله واعبدوا. إنه الكبر، إنه العناد، يعلمون أنه الحق من ربهم، يعلمون صدق محمد عليه الصلاة والسلام، يعلمون أن هذا هو دين الحق وأن هذا كلام الله جل وعلا، ولكنه الكبر. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نعم، أنفسهم مستيقنة بأن هذا هو دين الله، بل جاء في بعض الروايات أن أبا جهل كان يتسلل في الليل ليأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد يعلم عنه، يجلس يتخفى ليستمع إلى القرآن، حتى اكتشف أمره بعض أصحابه، بعض أهل القريش اكتشف أبا جهل في الليل يمضي ويسري ويتسلل ليستمع إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولكنه العناد، ولكنه الكبر، ولكنه الجحود. انظروا ماذا فعل بأبي جهل وأصحابه صناديد الكفر لما ماتوا في بدر ورموا في القليب. خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟